أهلا بكم من جديد أعزائي، وإلى محطة حوارية جديدة نتوقف مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله الرميضي، أستاذ القانون الدستوري والعميد المساعد بكلية الحقوق. أستاذ عبد الله، مسي عليك بالخير، سعيدة جدا بتواجدك معي. مساكم الله بالخير، حياكم الله. بداية دكتور أو أستاذ، يعني ويا ريت إن شاء الله أتمنى أنك تكون دكتور في المستقبل. دكتور أنا دكتور صح؟ أنا من ساعة قاعد أسولف معاك يقول لك دكتور. أي نعم. فدكتور يعني نبي نتكلم عن تعزيز المواطنة. طبعا المواطنة أصبح موضوع مهم في المجتمعات، وطبعا ما في دولة تقوم إلا على سواعد أفرادها. يعني دكتور بداية، نعم، لو نبسط المفهوم، نعرف في البداية مفهوم المواطنة. طبعا تعريف المواطنة هو أن يعني الشخص يكون له ولاء لوطنه، وبالتالي يعني يقوم بكل ما يملي عليه واجب الوطني لخدمة هذا الوطن، ويعني المساعدة في الارتقاء فيه. كيف نعبر عن هذا المفهوم؟ طبعا أكيد هناك واجبات ملقاة على عاتق هذا المواطن، واجبات يعني يطلبها يفرض عليه القانون أو يفرض عليه المجتمع ككل، وبالتالي يعني أبسط مثال أنه يقوم بوظيفته على أكمل وجه بما يملي عليه ضميره، وأنه يخدم الناس وظيفته وحسن المعاملة. فشغلات بسيطة قد تكون مثلا بالمرور بالقانون والتزام فيه، فكل هذه أفكارك آرائك تطرحها بطريقة تقبل آراء الآخر، هذه كلها تساعد على أن المجتمع يرتقي ويكون مجتمع واعي ومجتمع مثقف ومجتمع متماسك. نعم. يؤدي في النهاية إلى وحدة الوحدة الوطنية. نعم. دكتور، العنف ونبذ العنف، نبذ الإرهاب، يعني قبول الرأي الآخر، كيف ممكن نحن نطبقها؟ والله لا شك أن العنف يعني سلوك يعني مرفوض، وفي النهاية جريمة، هو يعني جريمة من منظور ديني، جريمة من منظور قانوني اجتماعي. فإذا اختلفت معك وجهة النظر هذا شيء وارد، يعني مو معقول أن يكون كلنا على رأي واحد. فإذا اختلفت معك ما يسمح لك يعني اي شيء او اي سبب انك تبادر الى استخدام العنف لفرض وجهه نظرك. فلذلك يجب ان يعني نكون منفتحين ونشوف المجتمعات المتمدنه شلون يعني يتبادلون الاراء وشلون تقبل الراي الاخر، وهناك لابد من وسيله اللي في النهايه هي اللي تحسم. فاذا كان هناك مثلا الاختيار شخص لمنصب معين فيكون عن طريق مثلا انتخابات كاعضاء مجلس امه مثلا. إذا كان هناك اختلاف في تفسير قانون معين نلجأ للمحكمة، لابد من مرجعية. أما تأخذ حقك بيدك في النهاية راح يؤدي إلى تفتت المجتمع ولنزاعات مسلحة كما نرى في المحيط اللي عايشين فيه مع الأسف. ماذا عن الإرهاب؟ والله الإرهاب طبعا هذا نوع من استخدام العنف، وبالتالي هو يعني خطر يهدد المجتمعات ويؤدي إلى زعزعة الأمن. فهذا لابد من تسليط الضوء على أسبابه وإيجاد الحلول المناسبة للقضاء عليه. نعم. فالإرهاب يعني إذا بتكلم على المستوى المحلي عندنا بالكويت أو مستوى المنطقة العربية خلينا نقول عايشين فيها الخليج، أرى أن هناك جهات خارجية تهدف إلى زعزعة أمن بلادنا وإلى زرع الفتنة. وبالتالي إذا ما كنا على مستوى الوعي الكافي راح تنجح هذه الجهات. ونلاحظ تنتقي أفراد معينين في المجتمع للدخول لهذا المجتمع، فتجي تستهدف فئات معينة صغيرة السن ممكن تأثر عليها، خصوصا الأفراد الصغار ذيل الشباب اللي تحكي عن 17 18 19 سنة. لو نرجع نلقاهم من أسر أساسا مفككة عندها مشاكل اجتماعية وهي تعاني، أو أشخاص آخرين عنده نقمة على المجتمع، تلاقينا راعي سوابق، ممكن يكون مدمن، ممكن يكون هذا، فيصيدونهم وبالتالي يسوون لهم مثل غسيل مخ كذي، وتلاقينهم يزرعون فيهم الافكار الشيطانيه هذه، ومستعد يسوي اي شيء. لو نلاحظ انه حتى وصلوا الى مرحله تفجير النفس، يعني صارت عمليه هذه كانها روتينيه عندنا، وهذا يعني شيء فوق الخيال. ويقتل منه؟ يقتل ابرياء، بل وصلنا إلى مرحلة أنه يقتل ممكن أفراد أسرته في سبيل تحقيق ذلك. فكأنه شخص أصبح ما يستخدم عقله، شخص مدمن، شخص يعني ما هو سوي. نعم. إيه. ف
نعم. إذن دكتور يعني كيف ممكن نحن نحمي أبنائنا من هذا الفكر؟ طبعا لا هناك دور للأسرة بالدرجة الأولى، دور المدرسة، دور المؤسسات الدينية أيضا. فالأسرة يجب أن خصوصا مثل ما قلنا الفئة الصغيرة الشابة هذه نراقبها، شفنا تصرفاتها ما هي طبيعية، أفكارها ما هي طبيعية، نتدخل ونصارحها. أنت شنو تطلبه؟ شنو المشكلة عندك؟ ليش أنت كذي تطرح الفكرة هذه؟ ليش أنت مثل يعني معقول يعني مجتمعاتنا احنا الخليجية المحافظة المسالمة، احنا بكل سكة مسجد ما شاء الله، والتعليم التربية الإسلامية هذه إجباري عندنا في مدارسنا وغيره وغيره، يعني بعضهم وصل إلى تكفيرها. فإحنا نتناقش معه مثل ما يحصل لو تلاحظين في محطة خليجية، أنا عجبني قاموا يستضيفون بعض الأشخاص اللي عندهم مثل هذه الأفكار ويناقشونه. لقينا ضحالة بالفكر، لقينا ناس يمكن ما يتعدى ابتدائي وهو يقود هالجماعات هذه. فإحنا لازم نكون صريحين، هذا دور الأسرة. المدرسة كذلك لابد أن نوعيهم ونقول أن ديننا الإسلامي الحنيف سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ترفض مثل هذه الأفكار، وبالتالي الأفكار المطروحة واللي قاعد يتبنون هذيلة أفكار خاطئة وأفكار هدامة ما تبني مجتمع أبدا. لابد أيضا أن يكون دور مثل ما قلنا المؤسسات الدينية، المسجد، خطب الجمع، وكذلك المؤسسات الجمعيات هذه كلها أيضا تسوي دورات وتثقيفية تنويرية وتبين لهم الدين السليم والأفكار السليمة اللي ممكن تخدمنا كمجتمع مسلم محافظ. ما يمنع أيضا أن نشوف المجتمعات المتمدنة، يعني مثلا تلقين دولة فيها أكثر من فئة مختلفة حتى باللغة، مثلا سويسرا فيها 4 لغات متماسكين، يعني شيء طبيعي. ليش؟ لأنهم مؤمنين تماما أن بغير هالوحدة هذه دولتهم لا يمكن أن تمشي. بما أنك ذكرت الوحدة، إذا نبي نتعرف على مقومات الوحدة الوطنية. طبعا مقومات الوحدة الوطنية لازم نؤمن أن الفروقات اللي قد تكون في المجتمع ما تعني معناته أن كل واحد يعيش في معزل وأنه هو يعني اللي مفروض يفرض رأي على الآخرين. مثل ما قلنا قبل شوي يعني في دول كثيرة مثل سويسرا، مثل بريطانيا فيها أمم يعني بعد مو شعوب، فيها الشعب الإنجليزي، الشعب الاسكتلندي، الشعب الويلزي، ومتعايشين وسووا استفتاء ورفضوا الانفصال. ليش؟ لأنه واثقين أن الانفصال ما هو شيء طيب. ودول أخرى حتى مختلفين في الديانات، الهند، الصين، الدول الكبيرة هذه اللي بالمليارية أصبحت ما هي ملايين، مع ذلك متعايشين مع بعض. فما بالك إحنا يعني. فأسباب الوحدة أن عندنا مستقبلنا لازم يكون واحد، تكون يعني عندنا لغتنا لله الحمد وحدة، ديننا واحد، هاي كلها مقومات الوحدة. ولازم نبني مجتمعنا على هذا الأساس، أن الوحدة هي سبيلنا الوحيد إلى النجاح في المستقبل. أهمية دور المؤسسات في تحجيم الظواهر السلبية. دور المؤسسات؟ نعم. أي طبعا المؤسسات مثل ما قلنا قبل شوي، المدرسة هي في الدرجة الأولى، يعني المدرسة ومن ثم الجامعة ومن ثم الجامعة. أي طبعا الجامعة، لو بنركز على الجامعة دكتور. والله احنا طبعا في الجامعة يعني طبعا ما نقدر يعني نعطي مواد متعلقة في هذا، ولكن احنا نعطي مواد ممكن ندخل في هذا الجانب، مواد اختيارية مثل كلية الحقوق عندنا في مادة اسمها النظام الدستوري، ممكن نتطرق حق الأمور هذه بطريقة أو بأخرى. كيفية المشاركة الإيجابية بالحياة، عندنا مادة حقوق الإنسان نعلمك شلون أنت تستفيد من حقوقك بطريقة إيجابية، شلون التعبير عن الرأي بشكل صحيح، تعبير الرأي مو معناته أنك تغلط على الآخرين، تعبير عن الرأي يوقف حقك عند التعدي على حقوق الآخرين، استقبال الآراء الأخرى، وكذلك حرية الاعتقاد. يعني إذا الشخص مو من ديانتك مثلا، واحد وافد عندك، مو معناته خلاص ما له أي حقوق. هم هذه كلها لازم تدرس للطالب، وبالتالي يكون عنصر إيجابي، مشاركته إيجابية في المجتمع الكويتي. نعم. التمسك بالعادات والتقاليد وجعلها ركيزة من الركائز اللي يعني ممكن أن هي تبعدنا عن هذه الأمور. طبعا العادات والتقاليد لا شك أن أي مجتمع يفخر لازم بعاداته وتقاليده،
والعادات التقاليد ما هي إلا موروث. هي عاداتنا وتقاليدنا مستمدة من دين الإسلام الحنيف. طبعا أكيد بينهم ترابط وثيق، فبالتالي مجتمعنا يعني كعادات وتقاليد، فإذا الواحد يقوم بأي تصرف لازم يحسب حساب للمجتمع، يحسب حساب للأسرة، فبالتالي يكون تصرفاته داخل هذا الإطار، فيمنعه أن يعني يغلط على الآخرين، يمنعه أن يتعدي على الآخرين، فبالتالي يكون عندنا مجتمع محافظ، مجتمع يقوم على الاحترام، وكل شخص كل فرد له كيانه وله شخصيته وله حقوقه وأيضا عليه واجباته. وضرورة تربية النشأ على عاداتنا وتقاليدنا، يعني أنا باعتقادي إحنا في يعني دكتور في خلل في هذا الموضوع، يعني لابد من غرس عاداتنا وتقاليدنا في نفوس الأبناء علشان تنمو معاهم وتتناقل من جيل إلى جيل. طبعا يعني أكيد إذا واحد من صغره يعني نعطيه مثل نغذيه مثل هذه الأفكار النيرة، الأفكار الإيجابية، نخليه يعني يتقبل الرأي الآخر، وبالتالي أيضا نورة أيضا حتى مبادئنا الإسلامية الحنيفة بطريقة صحيحة، بدل ما يلجأ إلى أشخاص ما نعرف شنو فكرهم، مستواهم، شنو معلوماتهم، وبالتالي يستمع لهم ويتبنى أفكارهم كما حصل في بعض الأشخاص حاليا. فلا بد أن يعني يكون لنا دور في هذا النشأ، وأكيد أهم البذرة اللي نزرعها اليوم عشان نجنيها في المستقبل. نعم دكتور، احترام وتقدير هيبة القانون. أكيد القانون، يعني أنا دكتور بالقانون، فبالتالي القانون هو يعني السبيل لفرض احترام المجتمع وهيبته، فالقانون هو وسيلة يعني كل شخص يتمتع بحقوقه بطريقة ما يعني يغلط أو يتجاوز حقوق الآخرين. فأنا يعني ما أحب أني أعاقب كثر ما أبي الشخص هو من نفسه يكون عنده الوعي الكافي أنه يعني يحترم القانون. نعم. قانون المرور مثلا، أمور بسيطة يعني عندنا، قانون النظافة أنك ترمي لك شيء، فإحنا إذا قعدنا نسوي الشغلات هذه مو قاعدين نسأل الحكومة، قاعدين نسأل نفسنا، يعني تكسير وقت يكون هناك تكسير للممتلكات العامة، ما هو تكسير لممتلكات الحكومة، هي ممتلكاتي أنا كمواطن طبعاً. فبالتالي لابد يكون الشخص واعي بدرجة كافية للواجب اللي عليه، اللي يفرضه عليه القانون، ويجب تطبيق القانون بشكل حازم، بمعنى إذا كان هناك خروج لأي فرد من هذا لابد تطبيق القانون، إذا كان هناك عقوبة عليه تطبق عليه العقوبة، غير ذلك راح يتمادى الآخرون، راح يتمادى الآخرون، وبالتالي راح يفقد القانون هيبته، ويؤدي مثل ما تفضلتي إلى الفوضى في المجتمع. لو نلاحظ يعني أيضا لو تشوف بعض الدول تلاقي الناس واقفة بالدور، الناس تقوم عملها، الموظف يقوم عمله، كل واحد، فبالتالي المجتمع منظم مرتب محترم. ليش؟ لأن أنا أدري هذا واجبي والقانون يفرض علي، ففي حالة مخالفتي أن هناك من يطبقه علي بشكل حازم. هنا مع الأسف نلقى في شوية تراخي، التراخي هذا راح يساعد الآخرين انهم ايضا يخرجون على القانون. نعم دكتور عبد الله الرميضي، احنا وصلنا معك للختام، اذا حاب تقول كلمه اخيره. شاكر لكم هذه الاستضافه، والحقيقه الوحده الوطنيه امر مهم جدا، وهو السبيل الوحيد لتجاوز الظروف اللي تمر فيها المنطقه. نعم. يعني دار ما دارنا حروب رهيبه وقتل، ونشوف الدماء شلون يعني كل يوم تسيل، فنرجو من الجميع انهم يكونون يعني على قلب واحد، وأن يكون يد واحدة إن شاء الله لنتجاوز هذه الظروف الصعبة. شكرا لك، حياك الله. إذن أعزائي أكيد متواصلين معكم، ولكن بعد هذا الفاصل. يا أهلا ومرحبا فيكم مشاهدين الكرام. طبعا كان هذا الحوار مع زميلة مشاهل، مع الدكتور طبعا أستاذ القانون الدستور العميد المساعد بكلية الحقوق الدكتور عبد الله الرميضي، وموضوع عن تعزيز المواطنة، والآن هو الخطاب الإعلاني الخاص بعملية
تعزيز اللحمة الوطنية في دولتنا الحبيبة الكويت وموضوع التعايش. فلذلك احنا راح يكون برنامج مساء الخير الكويت شبه يوميا هذه الفقرة راح تكون معنا ايضا مع محامين واخصائيين اجتماعيين وغيره من المهتمين بالتنمية البشرية لتعزيز هذه القيمة وهذا المفهوم. نعم أكيد طبعا، وكل الشكر لجميع ضيوفنا اللي تواجدوا معنا اليوم. احنا اليوم كنا أو حلقتنا كانت قانونية بحتة، يعني القانون كان معي والحقوق أيضا يعني محامتين كانوا معك. فيعني مثل ما ذكر زميلي عيد، احنا لابد من التوعية، وبما أن احنا أداة يعني توصل للمشاهدين، وأيضا مثل ما ذكر الدكتور والجميع يسلط الضوء على أن هناك فئة من الشباب، فئة المراهقين، لابد أن احنا نصل إليهم من خلال طبعا عدة وسائل. الوسيلة المهمة اللي هي التلفزيون والإعلام والبرامج اللي قاعد تطرح من خلال شاشتنا، عشان كذي احنا قاعدين نحاول أن احنا نوعي ونوصل رسائل من خلال برنامجنا مساء الخير يا كويت. لذلك تكون هذه الرسالة الإعلامية الهادفة في الجانب التوعية الإعلامية. كل شكر التقدير لمتابعتكم، نودعكم إن شاء الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الغد. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي شكرا لكم ومع السلامة.